كتشوفوا مشاهدين الكرام انما الان هما رصدوا واحد الاثارات ديالو واحد الزريبه حيت هاد مول الدار هذا مول الدار هو اللي شافو فهاد الصباح واتصل بهم. هي الاثار ديالو شو الاثارات ديالو مشاهدين. السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف العاده مواضيع يوميه مع عبد الرزاق توفيق اللي كتروج مؤخرا، ولكن غبرت عليكم شويه غير لبعض الظروف، ولكن غنرجع في الساحه ديال اليوتيوب وغنبدا نحط لكم فيديوهات حول المواضيع الجديده، وراه كنصاوب لكم فيديوهات واعره. فاذا كنت اول مره كتشوف فيديوهات ديالي ما عليك الا انك تشترك معايا فلاشين ودير لايك باش يوصلك فيديوهات جديده. الموضوع ديال اليوم هو اللي هو موضوع خطير جدا. اي سيدي كيف ما كتسمع موضوع خطير، علاش درجت ان الاسد الاطلسي متواجد بالاطلس بالمغرب؟ اي سيدي، وقالوا على ان هذا الاسد عض واحد الدريه اللي صغيره كتبلغ من العمر حوالي غتكون عندها غير شي 8 سنين، كيقولوا على انه لقوا على اثر ديال العضات ديال هذا الاسد. والبعض من الناس كيف ما كتشوفوا في فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي غادي يقولوا لان هذا الشيء غير كذوب، علاش؟ لان الاسد كيف ما هو عايش فما يمكنش انه ما يبانش للناس وما يمكنش انه يبقى مختفي لهذه المده كامله، على عكس بعض الناس اللي كيقولوا لانه متواجد وشافوا الاثار ديالو كيف ما غنوريكم في هذا الفيديو. الاخرى هيا هيا الاثر الاخر يعني طالع هك مي شنو هو؟ والبعض حسب صانع المحتوى بالنسناس اللي كيدير فيديوهات ومغامرات لدرجه انه مشى لواحد القرى المكان اللي تواجد فيه والمكان اللي شاف فيه الناس الاسد كيف ما كيقولوا هما، فلقى على ان هذا الاسد فهو العضه ديال الدريه اللي عضها فهي ماشي عضه ديال الاسد، لانه كون كانت عضه ديال الاسد فانها تكون بواحد الطريقه متوحشه، على عكس فانا تقدر تكون غير عضه ديال بعض الكلاب اعزكم الله ولا بعض اشياء اخرى. كذلك سألوا بعض الرعاة اللي كيتواجدوا في هذه المنطقة بالأطلس الكبير، قالوا لهم لأن الأسد ما يمكنش يكون في هذه المنطقة، علاش؟ لأننا حنا رعاة ديال الغنم كنسرحوا ديما الغنم، ولكن مع عمركم كان الأسد فضروري أنه غيبغي يتغدى على الغنم ولا غيبغي يتغدى على البهائم اللي كنسرحوا حنايا كل نهار، وكل نهار كيكونوا تما ما كيشوفوش داك الشيء. فهادشي اللي كان في هذا الفيديو، أعطوني الرأي ديالكم في الكومنتيرات، وتهلاو الإخوان، وما تنساوش أنكم تشاركوا معايا فلاشين ديالي في اليوتيوب باش يوصلك فيديوهات جديده.